Leaders. عاطف المكي رئيس مركز الفحص الفني للعربات بالبكري أريانا. الوكالة الفنية للنقل البري وضعت على ذمة حرفائها بداية من 28 أوت 2018 هالخدمة هذه هي لخدمة حجز موعد لإجراء الفحص الفني عن بعد، وذلك على الموقع الرسمي www.att.com.tn بالنسبة لمركز الفحص الفني بالبكري أريانا، وكذلك بالنسبة المركز الفحص الفني للعربات الخفيفة والعربات الثقيلة بالسجومي، على أن يكون يوم الاثنين 3 سبتمبر 2018 تاريخ انطلاق أول عمليات الفحص الفني للعربات التي قام أصحابها بحجز موعد. الخدمة هذه تمكن الحرفاء من حجز موعد لإجراء عملية الفحص الفني عن طريق الانترنت بطبيعة الحال، بعد الدفع الإلكتروني المؤمن بواسطة البطاقات البنكية لمعلوم الفحص الفني حسب نوع العملية وصنف العربة بتبيعة، مع إضافة 5 دنانير كمعلوم الحجز المسبق. وفي العملية هذه تم تخصيص أروقة خاصة بالخدمة هذه. الهدف من الخدمة هذه الرفع من مستوى خدمات الوكالة الفنية للنقل البري والاستجابة لتطلعات الحريف ومزيد التحكم في أجال تقديم الخدمة ومواكبة التوجهات الرامية إلى تطوير الإدارة الإلكترونية وجعلها أكثر نجاعة وأكثر قربا من الحريف. الوكالة الفنية قامت بالإجراء هذايا باش تحد من كثرة الاكتظاظ وكثرة كما تشوف الطوابير اللي موجودة في بعض مراكز الفحص الفني. في البداية الوكالة عملت الحصة المسترسلة، كنا قبل نخدمه من 7:30 حتى يكشي للساعتين ونص، توا نخدمه من 7:30 حتى يكشي للخمسة غير أربعة، معناها فما حصة مسترسلة تبدأ من الساعتين ونص حتى يكشي للخمسة غير أربعة، مع إضافة الحجز المسبق معناها حسب الموعد، ولا الحريف يجي يقوم بعملية الفحص الفني في أريحية. الخدمة هذه تبدأ من نصف النهار حتى يكشي للأربعة متاع العشية. الفريق قديش تقبل 48 سيارة، يعني في الربع ساعة نجم نعديه 3 كراهة. يرقى السيد محلول عنده قدامه 15 يوم. الخدمة هذه موجودة في سنتر البكري أريانا، وفما في السجومي بالنسبة للعربات الثقيلة والخفيفة. هذه معناها كبداية متاع خدمة، والوكالة معناها عندها البرنامج متاعها إن شاء الله في القريب باش تتعمم على جميع المراكز اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية. منذ تاريخ انطلاق أول عملية الفحص الفني حسب الموعد، استقبل المركز حسب الإحصائيات الأولى حوالي 378 عربة إلى حد هذا التاريخ، بمعدل 32 عربة خلال 12 يوم عمل دون احتساب يومي الأحد والسبت والأعياد. الحق أنا قيدت البارح معناتها في العشية وجيت للرونديفو قد في الوقت، ومعناتها الحق واحد ما يخسرش نهار في الفيزيتا، دونك سي ان شاء الله حاجه باهيه. هذه حاجه باهيه لانه انا عملت كي سمعت بها عملت رونديفو هوليني لا بروميير فوا وجيت في الوقت ودخلت ما قعدتش درج. كنا نستناو 4 سوايع بالصبحيه كنا ناخذ كونجي باش نعديو فيزيت، معناها توا سي حاجه باهيه.